ونتكلم عن أزمة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج ورحيله عن منصبه في رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة. ما زالت الأزمة دي بتتصدر عناوين الصحف العالمية لحد النهاردة ولحد دلوقتي. طبعا الكلام اللي نشرته الصحف الإنجليزية ونقلتها عنها بقية المواقع صحف أوروبا كلها صورة غير سليمة عن مصر، والسبب كان تصريحات مسيئة صدرت من مسؤولين في أحد الأندية، لكن عمرها ما هتكون دي الصورة الحقيقية لمصر. كلاتنبرج اسم كبير جدا في عالم التحكيم، وكنا نتمنى استمراره في رئاسة لجنة التحكيم. كمان لازم نطلب أو نطالب من اتحاد الكرة سرعة التعاقب مع خبير أجنبي للحكام، لازم يكون في نزاهة وعدالة تحكيمية في الدوري المصري، ولازم الحكم اللي يغلط يتعاقب. ده مش هيكون إلا بوجود خبير أجنبي زي كلاتنبرج كده. كلاتنبرج كلامه عن منظومة التحكيم في مصر يعني يقلق جدا، لأنه إحنا كنا نتمنى تجربته تكمل للنهاية ويكمل الموسم معاه، لكن هقول لكم مفاجأة كبيرة جدا حصلت خلال الساعات القليلة اللي فاتت. باختصار شديد جدا الكلام اللي حصل بين كلاتنبرج واتحاد الكورة والكلام ده كله بداية سلسلة المفاوضات، ومفاوضات بشكل جديد شهدت تقدم بعد اقتراح من جانب الخبير الإنجليزي للتراجع عن استقالته، لكن هيتم تحديد بعض الأدوار اللي هيقوم بيها، ومنها مثلا محاضرات تطوير الحكام ومواصلة إدارة اللجنة بالتنسيق وقت بين وجوده في مصر وخارج مصر، لأن هو كان الكومنت يعني ان انت بتخرج بره مصر كتير، لا هو خلاص قال هيمسك المنصبين دول ويوفق بين وقته. يبدو ان الازمه ممكن تشهد انفراجه، لان كمان الحلول دي هيكون من ضمنها تقليل مرتب كلاتنبرج، وده الحل النهائي للازمه الحاليه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيعاني منها كره القدم المصريه مؤخرا. ده يظل مقترح، ما نعرفش الناس هتوافق عليه ولا لا في الاتحاد، ما نعرفش التفاوض ده هيوصل لايه في النهايه. احنا بنديله كل الصلاحيات دي، التفاصيل اللي عندنا احنا بندعم هذا الرجل، لانه هو الحقيقه الدوري في وجود خبير اجنبي، وبندعم عموما وجود خبير اجنبي، لان الدوري في وجود خبير اجنبي كان مختلف زي ما حضراتكم شفتوا. يعني الدوري في وجود خبير اجنبي ترتيبه اختلف، في فرق اختلفت في الترتيب، في فرق مكانها اتغير في جدول الدوري، فدي حاجه اظن لو كان مش موجود خبير اجنبي كانت هتفرق. كمان انا عن نفسي او كمشاهد كوره، يعني المشاهدين عموما بشكل عام شايفين الفرق في اداء التحكيم، ان اللي بيغلط بيتحاسب على طول، اللي بيغلط معروف في الاخر انه هينال عقابه. طيب لما الراجل يطلع ويخلي شكلنا بره يقول ان الناس بتتدخل وان بيتم تغيير، مش حلو. يعني النهارده انا اسف جدا في اللي انا هقوله ده، يعني شكلنا بره من الناحيه دي مش حلو خالص. يعني صوره الكره المصريه مشوهه بره قدام الناس، صوره الكره المصريه انا يعني لو احنا دلوقتي بنتفرج كواحد عايش بره مصر في دوله اوروبيه وشايف اللي بيتقال ده، لا في حاجه غلط، في شيء مش منطقي. ان يبقى حكم بقيمه كلاتنبرج، حكم عالمي، حكم انجليزي ليه سي في قوي، يقول كده عن مصر، مش حلو. اتمنى ان الازمه او الاقتراح بحل الازمه من خلال راي او اقتراح كلاتنبرج ده يكون يعني على الاقل يتفاوضوا، يحصل تفاوض. دي المعلومة اللي عندنا، ده آخر مستجد حصل في موضوع كلاتنبرج.